الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا وائل؟ ربنا يخليك. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضل معاك. انا بنت عندها 12 سنه وعندها قشره في شعر مزمنه على طول، ورحنا كشفنا عليها كذا مره برضو القشره بترجع تاني. تمام. فكنت عايز علاج بس القشره تكون قوي يجيب نتيجه معانا. خلاص اوكي. تمام، شكرا ليك يا وائل. في شامبو اسمه داندل شامبو او سيلينو كير شامبو او سيلينو جينا شامبو، ثلاث انواع، اي نوع منهم. شامبو تدليك او شامبو للشعر يوم بعد يوم اول اسبوعين، وبعد كده كل ثلاث ايام، مع في محلول في الصيدليه اسمه كيرلا او ديبرو ساليك، ده مس الفروة الراس كل يوم بالليل، يبقى المس مره يوميا، الشامبو او يوم بعد يوم لمده اسبوعين، وبعد كده كل ثلاث ايام.